كشفت مصادر محلية أن 6 أشخاص لقوا حتفهم صباح يوم الأحد في حادثة سير بين مدينة بوجدور والداخلة، وأفادت المصادر أن الحادث وقعت بمنطقة واد القراع على الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين مدينة بوجدور والداخلة، وذلك جراء اصطدام بين شاحنة لنقل بضائع وسيارة خفيفة. وأوضح المصدر ذاته أن الحادث خلف وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة مكونة من رجلين وامرأتين وطفلين. وفور علمها بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي والقتلى إلى مستودع الأموات بالداخلة، كما فتحت السلطات المختصة تحقيقها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.